كنت محبوس في ايه؟ 2000 جنيه انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ عيد مقصود عشان 2000 جنيه؟ كنت واخدهم ليه؟ كنت عامل عملية خدت كام سنة فيهم حاجة؟ الحمد لله واخد كنت كام سنة؟ سنة قضيت منهم قد ايه؟ قضيت منهم 6 شهور 6 شهور تحب تقول ايه النهاردة في العفو الرئيس الرئيس؟ بقول ربنا يحمي السيسي وربنا يخليهن وربنا يكفي شر البلاوي وحق جينا ابو اهل البيت ادعى رئيس مسك الحمد لله ادعى رئيس مسك مصر مش عشان ابني طلع اقسم بالله ادعى رئيس مسك مصر وبدي كله صور الحمد لله للسيسي ربنا يذكره ويحميه ويحميه من كل عدي كل عدي يحميه منه مبروك الحمد لله اسمك ايه؟ انا اسمي نيلة باشا محبوس عليك ايه؟ غياب جيش غياب جيش غياب جيش والحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا بالسلامه الحمد طب لله طب قعدت قد ايه؟ قعدت 8 شهور طب تقول ايه دلوقتي بقى وانت في وسط اقول الحمد لله يا باشا اقول الحمد لله وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتح يا مصر انت والدته؟ انت والدتني انت رئيس اه يا باشا الحمد لله ربنا بيشكر امير طلع على ابو السعود محبوس في ايه؟ كنت برضه في جيش قد ايه؟ اتحكم عليا بثلاث سنين واخدت سنه ونص واتخفض لي والحمد لله خرجت في العفو الشامل 6 شهور من 3 سنين 6 شهور الحمد لله بشكر اللي يتقال له ايه دي؟ يتقال له ايه ده راجل ازاي ده؟ يتقال له ايه؟ بشكرك كل جهد ربنا كبير قولي بقى دلوقتي ابنك في حضنك اقول للسيد الرئيس كده الف 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 شكر الف الف شكر ربنا يا رب يخلي لنا على طول الحمد لله تحيا مصر تحيا مصر لا ما عليش علي صوتك اتفرج علي محمد انت محبوس في قضيه ايه؟ قضيه وصله المال بكام؟ كنت ضامن واحد و7000 جنيه وقعدت قد ايه جوه؟ 80000 جنيه انا قضيتها 14 شهر 14 شهر عفوا الله عما سلم النهارده اول يوم في العيد هتقضيه مع اولادك تحب تقول ايه للرئيس؟ بشكر ربنا وبشكر الرئيس ربنا يخلي مصر يا رب الراجل ده بصراحة عظيم جدا مصر مش هتعوضه فأمانة الله والله مصر مش هتعوض الراجل ده ربنا يا رب يخلي مصر الحمد لله على السلامة